أقام مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبل حصن مساء أمس الخميس حفله السنوي لختام أنشطة المجلس هذا العام، وكرمت فيه سعادة خول الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة على مستوى مدينة دبل حصن. ببرهم نتميز، شعار الحفل الذي أقامه مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبل حصن، والذي يأتي انطلاقا من حرص المجلس على ترسيخ وغرس القيم الأصيلة في الأجيال المتعاقبة، وأهمها قيمة بر الوالدين، حيث إن التميز الحقيقي والنجاح المثمر لا يكون أبدا إلا ببر الوالدين. وهذا ما أكده إبراهيم سعيد بغداد رئيس المجلس خلال كلمته التي ألقاها في بداية الحفل. ولا شك أن هذا الحدث السنوي رافد مهم لنا جميعا، حيث يعكس الحرص على إرساء القيم الأصيلة والمبادئ الراسخة والمبادرات الوطنية. فقرات الحفل تنوعت بين الشعر والعروض التقديمية والفقرات الحوارية والأدعية والتراث، بحضور سعادة كل من خول عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسالم محمد النقبي رئيس دائرة البلديات والزراعة بالشارقة، ومطر أحمد الخشري مدير الديوان الأميري لمدينة دبل حصن، وأعضاء المجلسين الاستشاري والبلدي بدبل حصن، وعبيد السلامي الراعي الرئيسي للحفل، وعدد من المسؤولين. نشكر مجلس أولياء أمور الطلبة على مجهوداتهم الرائعة، وإن شاء الله نوعدهم أننا ندخل الجامعة ونتفوق إن شاء الله بالجامعة. أحب أوجه خالص الشكر لوالدي لأنهم هم اللي دعموني بالأول، ومن ثم نشكر كل الداعمين لهذا التكريم، ونحب نشكر مجلس أولياء أمور دبل حصن على دعمهم لنا، ونحن إن شاء الله بنكون عند حسن ظنكم وبالمستقبل بتسليحنا بالعلم، وإن شاء الله راح نشرفكم كل ما نقدر عليه. وفي نهاية الحفل تم تكريم المؤسسات الداعمة والمتعاونة مع مجلس أولياء أمور دبل حصن والمدارس والطلبة والطالبات المتفوقين والمتميزين وطلبة الفئات الخاصة المتميزين دراسيا، وكذلك المكرمين على مستوى الدولة من المعلمين والطلبة من أبناء وبنات مدينة دبل حصن.